السلام عليكم قاضية الجماعة هذيك اللي تشارك في فمها وتقول بلي الطفلة مريم لقاوها رانا في دارهم خويا ها مزال قعدت لهم يشوف وانا شقينا خويا حتى مازال ما لقاوهاش الفيديو هذاك طولت شي دقيقة الفيديو هذاك الطفلة اللي كنت لقاوها وتقول لقاوها هذاك يا سعيدة الجماعة اللي يطلع في الكونت تقول لقاوها ومازال ما لقاوهاش اسمع نقول لكم واحد الكلمة برك حنا شعب صح شعب الله المختار زروديه كلاطيتو الفيديو تاعها وطفله صغيره المخلوقه ما لقاوهاش كبده ماي محروقه واحد ما كلاه قلبوا عليها اسمع نقول لك حاجه وليدات ولاد دراج المسيله 19 باريكا 05 58 ولايه نحتاجوكم غدوه خاوتي على 7 تاع الصباح توا ستاسيون تاع حمام بيبان رايحين وكل نمشيو خاوتي نحوسوا عليها اللي عنده كلب يجيب اللي عنده صاحبه قاعد يجيب ارواح خويا هذه من باب الانسانيه هذه الوجه ربي ما الوجه حتى واحد كبده تاع بويها محروقه ما هي راح تموت مخلوقه واش عايز نزيدكم فوق ليلة الله مع عند رسول الله كونكم رجال وديروا هدة يا رجال برك هذا واش نقدر نقول لكم وهم الجماعة مسكن خالق اخي ما لقيتوهاش اخوتي اخي ماهيش هي وحنا شقيتونا باش شفنا او ماهيش هي لا اله الا الله ما عند رسول الله هضر معاه اخوتي ماذا بكم غدوه اللي قاعد يجي يعاوننا في طريقه البحث هذه نتلاقاو غدوه كما في ستاسيو تاع حمام بيبان لعل وعسى ان شاء الله نلقاوها قدوه ونفرحوا كل ان شاء الله ان شاء الله اسمع ايماجيني طيح في بنتك انت واش دير؟ خمم مع راسك مليح برك وكونك خويا كونك انساني برك نقول لك حاجه كاينه حاجه برك حاجه اللي نعرفها حنا اللي زالجيريا خاوه والدم عمره لا يولي ما على بالي باذن الله تعالى نلقاوها ونلقاوها حيه والجماعه هذا اللي داها هذا